مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه مع بدايه افتتاح اسبوع تداول جديد. طبعا هذا ثاني اسبوع تداول من بدايه سنه 2019 اللي هي عم نشهد فيها بعض الامور او المخاطر المرتفعه، وطبعا من وراء التقلبات اللي عم نشهدها في اسواق المال وطبعا خاصه بالعملات الرئيسيه. الاسبوع الماضي كنا شاهدنا بعض التقلبات الضخمه على زوج الدولار كاد من وراء الانخفاض الضخم اللي كنا عم نشهده من القمم. طبعا بالنسبه للتحاليل التقنيه كنا توقعنا بالسابق انه ممكن يكون انهينا يعني اندنج دياجونال، او خلينا نقول مثلث ميل على ارتفاع، وهذا بيعني انه منطقه تصحيحيه بعدها بامتياز، ونتوقع انتهاء هذه المنطقة التصحيحية على المدى القريب وبداية الموجة الهابطة. طبعا بالنسبة لهذه المستويات، ليش مستويات او ليش حددنا مستويات ال 137 22 اللي هي قبل ما تخترق هذه القمة؟ يعني اذا بتاخذوا بعين الاعتبار خلينا نقول ارتفاع مثل هذا الارتفاع وقمة سابقة كان عنديها على الدولار كاد، نتوقع انه بكل بساطة ممكن يكون عندي خلينا نقول اختراق لهذه القمة، واتوقع انه طبعا كفي اتجاه الصعد لمستوى ال 140 او 42. هذا كمحلل تقني. ولكن اذا نحن بدنا نقول انه هذه المستويات هي مستويات مهمة جدا، ليش قررنا انه ما راح يخترق هذا القوى يبتدي بالانخفاض، وكنا حللنا هذا الوضع سابقا؟ بكل بساطة باستعمال تحاليل وموجات اليوت، اللي هو انا بالنسبة لي هو بعضه من التحاليل او اذا بتكون او التحاليل الاقتصادية الانسب بسوق الفوركس. اوكي، قلنا انه وصول دولار كاد لهذه القمه وعدم اختراق طبعا القمه السابقه، هذا بيعني على انه نحن في موجه تصحيحيه ضخمه على المدى الوسط للطويل. شو يعني؟ يعني نتوقع ان نكون نحن عم ننخفض باتجاه عام واضح، على انه نحن من هذه القمه بكل بساطه انخفضنا ويف اي اللي هي تتضمن ثلاث موجات، هذه ويف اي. اوكي، من المفروض اذا في حالنا نعمل اكستنشن لويف بي ما يتم اختراق تاني قمه اللي هي موجوده عندي، فهذا قانون لازم يكون موجود بموجات اليوت على انه ارتفاع موجه بي ممنوع يتم اختراق تاني قمه من موجه اي او موجه اي الضخمه. فاخذنا بعين الاعتبار انه هذه بيج اي وهذه بيج بي، ونتوقع ثالث موجه تصحيحيه بيج سي. هلا انخفاض ثالث موجه تصحيحيه بيج سي ممكن تستهدف مستوى ال 115 كمرحله اولى. اوكي، اول شيء طبعا ممكن يكون عندي شيء اسمه فلات بوزيشن، يعني نفس المستوى على اخر قاع تم تسجيله عندها على المستوى ال 120. اذا في حال تم اختراقه نتوقع تكمله اتجاه ال 115، وايضا بيرجع بيصير عندي خطوط بكل بساطه دعم رئيسيه موجوده عندي على عده ارقام، فهيدي بالنسبه طبعا للسيناريو الهابط. هلا الفري فول اللي عم نشهده على الدولار كاد اتوقع انه يكفي بالجلسات القادمه، هذا الانخفاض اتوقع انه يضل مسيطر عليه فريق الدبب بالجلسات القادمه، وما يعطي مجال لفريق الدبب او فريق الثمان يرجع يدخل بمراكز بيع عن جديد. يعني على طول نحن كمحللين تقنيين ننتظر شيء اسمه اعاده امتحان او ريتست، ولكن لما يبتدي الفري فول، فري فول يعني هبوط حر. اوكي، هبوط حر يعني عم نتكلم على انخفاض ما له ارتداد، او هذه الموجه رح تكون اندفاعيه لدرجه انه ما رح تقدر تعطيني فرصه لارجع ادخل بمراكز بيع او نعزز مراكز البيع. فهذا الفري فول اللي عم نشهده على الدولار كاد ممكن يخلي جميع ازواج الدولار كاد اللي يتضمنوا الكندي ينخفضوا بشكل فري فول. هلا بالنسبه لي طبعا انا كنت بعدد تحليل رسوم بيانيه الاسبوع الماضي، وبعد نتركهم على الميتا تريدر او على منصه التداول، وهيدي احدى طبعا التحاليل اللي هي الدولار كاد اللي هي حددنا فيها هذه المنطقه انه لازم ندخل فيها بمراكز بيع. وبكل بساطه بعد نتركها نفسها، يعني اذا بترجعوا بتشوفوا خلينا نقول الجلسات السابقه على تحاليل الزوجه الكندي بتعرفوا انه هذا الرسم بعده نفسه، على انه توقع كنا وصول الكاد ل 7 سوينج هاي وارتفاعه ل 7 سوينج هاي. شو يعني سبع موجات؟ سبع موجات ارتفاع يعني بتعني موجات تصحيحية، هيدي ويف A ويف B وويف C تتضمن خمس موجات اللي هي 1 2 3 4 5. فبكل بساطة إذا بنجمعهم بيطلعوا سبع موجات، هذا يلقب ب 7 سوينج هاي، هي بعدها موجات تصحيحية وليست اندفاعية، يعني نتوقع إنه ممكن كفي اتجاه الصعد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالجميع. استاذ احمد تكرم عينك، الذهب رح نمر عليه، اعطيني بس بعض دقائق كمان انهي الفوركس او العملات الرئيسيه في البدايه. لكن 7 سوينج هاي نتوقع انه هيدي بعد موجه تصحيحيه، وكنا قلنا انه لم يعني من الصعب انه يخترق هذه القمه السابقه بكل بساطه، لانه بموجات اليوت بيقولوا انه ويف بي او الموجه التاليه ممنوع تخترق قمه موجه اي.
فطبعا هذا هو التحليل. هلا بالنسبه لنا زوج اليورو كاد هو من الازواج ايضا اللي قمنا بتحليلها. اليورو كندي، خلينا ندخل على اليورو كاد بكل بساطه. اليورو كندي هو من الازواج الرئيسيه اللي كنا تكلمنا عليهم بشكل اذا بدكم ممل وبتفاصيل ممله، كرمال ناخذ اكثر من اشاره رائعه عليه للدولار كاد. وكنت قلت لكم بكل بساطه من وراء انتهاء الاندنج دياجونال، ليكو لما نشوف على طول هذا الشكل عم بيكون عندي فرصه استثمار. ففيكم تخلوها ببالكم لما يكون عندكم هذا الشكل مثل مثلث ميل على ارتفاع، اوكي، يعني يلقب بالاندنج دياجونال. انتبهوا معي منيح، هذا يلقب بالرايزنج ويدج. شو يعني رايزنج ويدج؟ اذا بنعمل، خلينا نقول سيرش على جوجل، اوكي، خلينا نعمل سيرش على جوجل شيء اسمه رايزنج ويدج. رايزنج ويدج ليكو تحاليل تقنيه بكل بساطه، شو ممكن تكون بسيطه. خلينا نقول الرايزنج ويدج عندي هو لما يكون عندي مثلث ميل على ارتفاع نتوقع الاختراق يجي من ميل التحت. هيدي تحاليل تقنيه بسيطه، اوكي، تلقب بالرايزنج ويدج. والعكس طبعا صحيح، لما يكون عندي شيء اسمه فولينج ويدج يعني مثلث ميل على انخفاض نتوقع الاختراق من ميل فوق، وعندي بعض الصور الموجوده هون، اوكي. فهيدي تحاليل تقنيه بسيطه ممكن ناخذها بعين الاعتبار لنقدر نحلل او نقدر نعطي سيناريوهات مفترضه. هيدي بالنسبه للفولينج ويدج والرايزنج ويدج. وايضا اذا في حال كان عندنا طبعا اتجاه عام هابط وفولينج ويدج نتوقع الانعكاس، وإذا في حال طبعا كان عندي اتجاه عم صاعد والانخفاض متوقع الارتفاع. فعلى طول الفولينج واج بكل بساطة إذا السوق كان نازل قبل أو صاعد قبل، من وراء فولينج واج أو مثلث ميل على انخفاض نتوقع اتجاه صاعد. فهيدي أمور تحاليل تقنية بسيطة. هلأ انتهينا من هذا الموضوع، خلينا نرجع على الرسوم البيانية. لكن إذا في حال قلت لكم على زوج اليورو كندي على رسم بيان الأسبوعي أتوقع ارتفاع او شاهدنا مثلث ميل على ارتفاع، بكل بساطه هذا المثلث الميل على ارتفاع يلقب بالرايزنج ويدج مثل ما شفنا ب، خلينا نقول على جوجل، اوكي. بالنسبه لنا نتوقع الانخفاض. هلا كيف نتوقع انخفاض؟ لازم يكون عندي ثلاث قمم وثلاث قيعان. شو يعني؟ من وراء المثلث ميل على ارتفاع لازم يكون عندي شيء اسمه ثلاث قمم وثلاث قاعان. بهيدي الحالة بنكون انهينا اذا بتكون التحاليل تبع الرايزنج ويدج، ومن وراها ممكن نشهد ارتفاع بسيط بموجة بسيطة تلقب باللاجينج، اوكي، او موجة ضعيفة ما فيها اذا بتكون يعني مومنتوم او زخم. استاذ حميد صباح الخير. استاذ سعد حميد، العلم الهابط او العلم الصاعد هو يلقب بالبير فلاج والبول فلاج ولا يعني مش هي الحاله؟ البير فلاج والبول فلاج ايضا بتشبه الرايزنج ويدج والفولينج ويدج، شبيه لها ولكن منا هي بالضبط. الرايزنج ويدج هو على شكل تقريبا مثلث، اوكي، ولكن يوجد ايضا علم هابط وعلم صاعد، وهي طبعا من الامور اللي بنستعملها بالتحاليل التقنيه. هلا ايضا رح نمر على الداو جونز، تكرم عينك. هلا بالنسبه لليورو كاد، هذا المثلث ميل على ارتفاع نتوقع على المدى الطويل يكون عندي اختراق من ميل التحت. هلا اذا بنعمل زوم ان لقدام، صباح الخير استاذ سمير كيف حالك. اذا بنعمل زوم ان لقدام بتلاحظوا بكل بساطه التحاليل التقنيه على اليورو كاد بتقول بغض النظر عن اسم الرسم البياني، نحن كمحللين تقنيين بنطلع وبننظر على الرسوم البيانيه والشموع اليابانيه بغض النظر عن اذا بدكم التحاليل التقنيه عنا، عفوا الرسم البياني او اسمه. اذا بتعرفوا هلا بالتريدينج انه نحن بالتريد داخلين بمركز بيع على اليورو كاد، اوكي، وكل الاشخاص اللي بيتابعوني بيعرفوا هلا عندي 700 دولار ربح بمركز 0.3 لليورو كندي، وبكل بساطه بيعه على مركز ال 155.85. خليني اقول لكم بكل بساطه وين بيعه، 155.85 هذا هو المستوى اللي انا داخل فيه بمركز بيع. طب ليش انا قدرت صيب اليورو كاد على اعلى مستوياته تقريبا وعلى اعلى قمه؟ ليش؟ التحاليل التقنيه شو بسيطه، اوكي، بكل بساطه المثلث ميل على ارتفاع عطيني اشاره انه انا على المدى الطويل لازم اتجه بالاتجاه الهابط. وعليكم السلام استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. لكن بكل بساطه الفولينج ويدج بتعطيني اشاره على انه ابتدينا الانخفاض من هذه القمه، اوكي، عملنا مثلث ميل على انخفاض، هذا المثلث يلقب بالليدنج دياجونال، اوكي،
وليس الاكسباندنج دياجونال. خلينا نقول نفس الشيء فولينج ويدج، يعني كيف توقعنا مثلث ميل على ارتفاع وتوقعنا الانخفاض على المدى الطويل، هذا المثلث الكبير. نفس الشيء عندي مثلث ميل على انخفاض على المدى الصغير، اوكي، وتوقعنا الارتفاع من وراء. هذا المثلث الصغير، اوكي، يلقب ب leading diagonal، اللي هي تعتبر موجة رقم واحد في موجات إليوت، اللي هي تلقب ب I double I 1 2 يعني 3 triple I I V يعني 4. هذه أحرف رومانية طبعا، اللي هي تلقب بموجات إليوت أو نستعملها في موجات إليوت. 5 اللي هي V، هذه كلها ال 1 2 3 4 5 بشكل مثلث ميل على انخفاض، هذا يلقب ب big wave 1 أو الموجة رقم واحد. ومن ثم ارتفاع بشكل اي بي سي او ثلاث موجات تصحيحيه بالاتجاه المضاد، اللي هي تلقب بكل بساطه بموجه رقم 2. يعني اصبح عند الموجه رقم 1 اللي هي هذا الانخفاض كله اللي هو يتضمن خمس موجات انخفاض، ومن ثم اي بي سي ثلاث موجات تصحيحيه عندي موجه رقم 2. اوكي، اصبح عندي موجه رقم 1 وموجه رقم 2 ونتوقع انخفاض الموجه الثالثه. هلا نحن ليكو كيف دمجت لكم التحاليل التقنيه البسيطه مع موجه اليوت كرمال ناخذ نقطه ذهبيه ونقطه دخول مميزه. بكل بساطه دمجنا الرايزنج ويدج والفولينج ويدج اللي هي فتنا شفناهم على جوجل، المثلث ميل على انخفاض نتوقع الارتفاع من وراء، والمثلث الميل على ارتفاع نتوقع الانخفاض من وراء. هذه تحاليل تقنيه بسيطه. رجعنا دخلنا بموجات اليوت. هلا ليش انا حصلنا على موجه رقم 2 على هذه المستويات بالضبط؟ ليش هذه المستويات او هذه القمه؟ اوكي، وصلكم بالحديث. هلا ارتفاع موجه رقم 2 حددناها انه انخفاض 1 ارتفاع 2 وانخفاض 3 لزياره مستوى ال 137، وهذه تحاليل تقنيه اذا بدكم اللي بيعرف موجات اليوت او قاري موجات اليوت بيعرف انه هذه امور بسيطه. هلا ليش مستوى موجه رقم 2 هديت على هذه المستويات؟ ليش الموجه رقم 2 هديت على مستويات ال 155 60 او 155 80؟ بكل بساطه باستعمال فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، انتم بتعرفوا الرقم الذهبي على فيبوناتشي هو 61.8%. اذا مش سامعين عنه طبعا سامعين بهذا المستوى اللي هو مستوى 61.8% اللي هو الرقم الذهبي اللي نحن بناخده بعين الاعتبار لاشاره انعكاسيه. اذا في حال كان عندي ارتفاع بالسوق نتوقع اشاره انعكاسيه، وهذا هو مستوى 61.8% بالضبط. عم تشوف الرقم اوكي امامكم، ارتفع من اخر قمه لاخر قاع، ارتفع السوق ولمس مستوى ال 61.8% وابتدينا بالانخفاض، فاصبح عندي عده مؤشرات بتعطيني انا حجه لدخولي بهذا الرسم البياني، اللي هو اول حجه هي الرايزنج ويدج على الرسم البياني الاسبوعي الضخم اللي هو مثلث ميل على ارتفاع متوقع الانخفاض على المدى الطويل، اوكي؟ هذه اول حجه. ثاني حجه بتقول انه ممكن يكون عندي انخفاض بليدنج دايجنال ويف 1 وارتفاع ويف 2، فموجات اليوت بتقول ويف 2 هي انتهاء هذه القمه على مستوى 61% وبدايه موجه اندفاعيه. فلايكوا التفاصيل كيف كلها ركبت مع بعضها البعض كمل ندخل بهذا الرسم البياني او بهذا المركز. هلا يعني كنا مرينا على الدولار كاد اسبوعي، على اليورو كاد، نيوزيلاند الدولار بكل بساطه قلت لكم انه بوصل لمستويات 76.4% ونتوقع الارتفاع، وبكل بساطه هذه مستويات الويف اي ويف بي ونتوقع ويف سي لزياده مستوى 0.80. اوكي، إشارة انعكاسية حصلنا عليها من على رسم البيان الأسبوعي من وراء انخفاض وانهيار كان لمس معظم وقف الخسارة تبع معظم المضاربين والمستثمرين بسوق الفوركس، وكانت التقلبات مرتفعة وحصل انهيار ولقب بالفلاش كراش. الفلاش كراش اللي هي انه انخفاض بشكل سريع، فلاش مثل ما بيضوي الفلاش تبع الكاميرا ولما الواحد يكون عم ياخذ صوره على الجوال او على يلا يعني طبعا كاميرا، فلاش كراش يعني شيء سريع جدا مثل الضوء، بسرعه الضوء انخفض السوق ورجع ارتفع بشكل سريع. اوكي، مش هيك لقبت بالفلاش كراش. هلا بالنسبه لنا رح نرجع ندخل على رسم بيان الاسترالي اللي هو ايضا عمل الفلاش كراش، ولكن ما تم اختراق واغلاق شمعه تحت مستوى 88.2%، وهذا بيعني انه ممكن كف اتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير.
بالنسبة للدولار ين طبعا مستويات مهمة جدا، ممكن نكون عم نرجع نكفي اتجاه الهابط، ولأنه طبعا تم اختراق مستويات مهمة جدا، وأيضا نتوقع طبعا إذا بدكم زيارة قاعان جديدة على المدى الوسط للطويل اللي هي مستويات ال 94 دولار. بالنسبة لليورو دولار نتوقع أن هذه الموجات التصحيحية داخلة بنفق ميل على خلينا نقول مرحلة أفقية أو تذبذب أفقي، وهذا بيعني أنه ممكن نوصل لمستويات مهمة جدا مثل مستويات ال 114.77 كمرحلة أولى. إذا في حال تم اختراق وإغلاق فوقه، هذا بيعني أنه ممكن كف اتجاه الصاعد والعكس صحيح. ولكن طالما نحن بعدنا بهذه المرحلة وضمن أو بين مستويات ال 112.80 وال 114.77، هذا بيعني أنه نحن بمرحلة أفقية بامتياز. هذا بيعني أنه التداول بالعملة الأوروبية الموحدة أو اليورو دولار خطر للغاية بهذه المناطق، وتلقب بالجري أريا، يعني لا ابيض ولا اسود. الجراي اريا هي الاريا او المنطقه الخطره جدا للمضاربين، لانه بكون عندي تقلب مرتفع وفولاتيلتي مرتفعه. هلا بالنسبه لاسعار الذهب، اسعار الذهب شو عم بيصير فيها يا جماعه؟ اسعار الذهب انا من الاشخاص اللي حابب انه ادخل فيها بمراكز بيع، وبكل بساطه كنت قلت لكم انه مع زياره الموجه رقم واحد اللي هي القاع على مستوى 1290، كنا متوقعين انه ممكن نرجع ناخذ اشاره انعكاسيه. هلا بالفعل اغلقنا فوق هذا المستوى، ولكن بعده رايي على انه لازم نرجع ندخل بمراكز بيع. هلا الشيء اللي بيطمن انه ما اغلقنا على رسم بين الاسبوعي فوق القاع تبع موجه رقم واحد، وهذا بيعني انه ممكن نكون بعدنا بموجه الرابعه. اوكي، يعني اذا فرحنا ناخذ موجات اليوت، خلينا نقول بكل بساطه ممكن ناخذ الانخفاض تبع موجه رقم واحد اللي هي هذا القاع، واي بي سي ويف 2، ويف 3 الضخمه الاندفاعيه، ويف 4 بعدنا عم نتداول عليها ونتوقع انخفاض ويف 5. فاتوقع من هذه المستويات نرجع نشهد اشاره انعكاسيه لتثبيت مستوى ال 1120 وحتى اقل. ولكن هلا بالنسبه لقلب، اذا بدنا ندخل كمضاربه على رسوم بيانيه اصغر، شو ممكن نعمل؟ على رسم بيان اليومي، اوكي، ممكن نشوف انه حصلنا على engulfing pattern او نمط احتوائي يلقب بنمط احتوائي، لانه هذه الشمعه الحمراء اللي عم تشوفوها السلبيه اللي مسيطر عليها فريق الدباب قد احتوى الشمعة السابقة اللي هي الشمعة الخضراء، وبهذه الحالة مع احتوائها يعني سجل مستوى أعلى من الشمعة اللي قبل الخضراء وأغلق تحت افتتاحها، فبهذه الحالة تلقب بالنمط الاحتوائي أو engulfing pattern. هذا بيعني إشارة انعكاسية. شو يعني؟ هذا بيعني إنه ممكن ندخل بمراكز بيع مع وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيلها عندي، وقف الخسارة فوق آخر قمة يعني على مستوى ال 1298، ممكن نضيف كم دولار فوق يعني 1300 على سبيل المثال، وبهذه الحالة نتوقع إشارة انعكاسية وانخفاض لزيارة مستوى ال 1260 كمرحلة أولى. هذا هو الهدف تبعي. راح أدخل أنا أمامكم هلأ بمركز بيع بأيضا 0.3 لأسعار الذهب، اوكي، على مستوى 1291.70، راح دخل وقف خساره على مستويات 1300. اذا في حال تم اختراق مستوى 1300 وصرنا نتداول فوقه، انا بالنسبه لي اسعار الذهب ممكن تكون خلينا نقول اخذت بريقها في بدايه سنه 2019، وممكن تكون غريبه يعني التحليل التقنيه عليها بالوقت الحالي، لانه الفوليوم فيها ضخم جدا والسيوله ضخمه جدا مع بدايه وافتتاح سنه 2019. الهيدج فاندز والبنوك المركزيه الضخمه عم ياخذوا مراكز على اسعار الذهب، وهذا بيعني ما ممكن نحللها بشكل دقيق جدا. هلا بالنسبه لي رح اعرض وقف خساره على مستوى 1300، اوكي، فاصله 50، 1300 ونص، واتوقع انه ما يتم اختراق هذه المستويات لحديث ما نرجع نشهد اشاره انعكاسيه، اوكي، من هذه المستويات بالضبط. اذا بدي اخذ مستويات دقيقه اكثر، ممكن ندخل فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، وارجع انتظر مستوى 76.4% اللي هي قرب مستويات 1293 او 88.2%، اذا في حال عم ناخذ بعين الاعتبار انه نحن في ويف بي. فهذه المستويات المنتظره لاسعار الذهب بجلسه اليوم قبل ما نرجع نبتدي باشاره انعكاسيه ونرجع نثبت مستويات 1260، يعني انخفاض 30 دولار من الاسعار الحاليه. هيدي بالنسبه لاسعار الذهب. هلا الشيء المغري ايضا اللي هو اسعار النفط، اوكي، استاذ احمد النيوزيلندي ين، النيوزيلندي ين او ان زد واي، اوكي، نيوزيلندي ين، النيوزيلندي مقابل الين الياباني هو من الكلاسز او الازواج اللي انا ماني كثير يعني بتابعهم، ولكن خلينا نشوف شو ممكن نشهد على رسم بياني. بكل بساطه عم بتلاحظوا
انه نيوزيلنديا هو من الازواج اللي تابعه، او التحرك تبعه بيكون يعني ستريت فورورد او بيشبه الين الياباني. يعني عم بتلاحظوا من وراء الانخفاض او الفلاش كراش عند اتجاه عام هابط اشاره فلاش كراش واشاره انعكاسيه بشكل سريع ووقفنا. اوكي، اذا بتلاحظوا الدولار ين، خلينا نقول على رسم بين الاربع ساعات، اوكي الدولار ين عم بيعمل نفس الشكل، بتلاحظوا اتجاه عام هابط اوكي بكل بساطه، ومن ثم فلاش كراش والسوق وقف. فاذا في حال توقعنا تكمله اتجاه الهابط شوي صغيره على الدولار ين لزياره وتثبيت مستوى ال 166، يعني هذا بيعني انه نيوزيلندي ين ممكن ايضا نشهد انخفاض له وتكمله اتجاه الهابط على المدى الوسط للقصير واقله بالجلسات القادمه. عم تلاحظوا انه الرسم بياني بيشبه بعضه، ممكن يكون عندي شيء اسمه بير فلاج او العلم الهابط اللي تكلم عليه استاذ حميد في بدايه هذه الجلسه، اللي هو يتضمن موجه تصحيح خلينا نقول بالاتجاه الصاعد. اوكي، وممكن نعمل اشاره انعكاسيه بهذا الشكل وبعلم ميل على ارتفاع، او خلينا نقول علم هابط يلقب، ونرجع نشهد بعض الامور خلينا نقول المرحله الافقيه ولكن بشكل ميل على ارتفاع. بعد عندي عده سيناريوهات، يعني من وراء فلاش كراش وبهذا الشكل لا نتوقع انه ممكن يكون عندي امور وتحاليل واضحه، ولكن نيوزيلنديا انا من الاكيد انه بيشبه الين الياباني واتوقع تكمله اتجاه الهابط على المدى الوسط القصير. اما بالنسبه للنفط، النفط كان عندي استاذ علي، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير لكل الاشخاص طبعا. استاذ علي اللي هلا دخلت، بتمنى منكم طبعا الاشخاص اللي دخلوا هلا يرجعوا في البدايه بدايه هذه الجلسه، اما بتحاليل اذا بدكم مميزه ودقيقه جدا بجلسه اليوم، لانه عندي امور هيك كنت حابب انه مر عليها بشكل دقيق اكثر من الجلسات الاخرى اللي كنا نقوم بتغطي مباشره يعني بالايام السابقه، ولكن اليوم كنت حابب هيك اتكلم شوي بتحاليل تقنيه شوي دقيقه واشرح نتفه امور متوسعه. فاذا حابين ترجعوا تعيدوا هذه الجلسه انتم بتعرفوا مسجله على صفحه تكمله العربية على فيسبوك. بالنسبة لأسعار النفط أيضا، نمط الاحتواء اللي شاهدناه بجلسة طبعا نهار الجمعة اللي هو الـ H4 أو رسم بين الأربع ساعات، تعرفوا نمط احتواء اللي تكلمت عليه أيضا على أسعار الذهب اللي هي سجلت مستوى، الشمعة الحمراء اللي سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلقت تحت افتتاحها، طبعا هذا يلقب بنمط الاحتواء، يعني احتوتها من فوق ومن تحت، طبعا تعني إشارة انعكاسية، يعني رح ندخل وقف خسارة على اخر قمه اوكي، وبندخل بمراكز بيع على اسعار النفط، ونتوقع موجه تصحيه لزياره مستوى ال 4675 او موجه ثالثه لهذه المستويات اقلها قبل ما نرجع نفكر بالشراء على المدى الوسط للطويل اذا في حال شايفين اشاره ايجابيه. ولكن بالنسبه لنا طبعا النمط الاحتوائي بدل على انه ممكن يكون عندي اشاره انعكاسيه مع وقف خساره فوق اخر قمه، هيدي بالنسبه لاسعار النفط. هلا اذا بدي ادخل كمضارب على رسم بين الساعه ومع ارتفاع النفط لهذه المستويات، وعليكم السلام اهلا وسهلا فيك استاذنا. بالنسبه طبعا من اخر قمه لاخر قاع، زياره وتثبيت مستويات ال 76.4% وال 88.2% هي المستويات المنتظره لاشاره انعكاسيه، يعني هذه المستويات المنتظره لاسعار النفط اذا في حال بدنا نبتدي بالاتجاه الهابط. هلا يعني انخفاض النفط ممكن ياخذ الدولار كاد بالاتجاه الصاعد شوي صغيره لميله فوق اذا في حال عم نفكر خلينا نقول بالكورليشن او العلاقه الايجابيه بيناتهم. فهيدي بالنسبه لاسعار النفط. طبعا ممكن من هذه المستويات تكون عندي انهينا ثلاث موجات تصحيه، ويف اي كم اي، دخلنا بويف بي اوكي، ومن ثم عم نرتفع بويف سي قد انهيناها مع مثلث ميل على ارتفاع. وانتم بتعرفوا في بدايه هذه الجلسه مثلث ميل على ارتفاع شو بيعني؟ مثلث ميل على ارتفاع يعني بيعني انخفاض، وكنا تكلمنا عليه باليورو كاد وتكلمنا عن المثلثات اللي هو مثلث على ارتفاع ومثلث على انخفاض في بدايه هذه الجلسه. فاستعمال التحاليل التقنيه البسيطه بتفيدنا كثير، الرايزنج ويدج والفولينج ويدج كنا تكلمنا عليهم، بتمنى منكم ترجعوا تعملوا اذا بدكم شويه دراسات وتقروا اكثر عن الرايزنج ويدج والفولينج ويدج، اللي هن بكل بساطه بيعطوني اشاره وامور بسيطه على انه مثلث ميل على ارتفاع بين الانخفاض، وطبعا لازم يكون عندي ثلاث قمم من فوق وثلاث قمم من تحت، ثلاث قاعان من تحت، وايضا الفولينج ويدج او انخفاض، خلينا نقول الفولينج ويدج يعني مثلث ميل على انخفاض بيعني اختراق من ميله فوق، وطبعا العلم الهابط البول اند بير فلاج.
اوكي، فهذه الامور طبعا حابب اتكلم عليها، اللي هو العلم ما بكون عندي شكل مثلث، ولكن بكون عندي شكل علم اذا بتكون ارتفاع وفجاه مرحله تصحيحيه بالاتجاه الهابط او الصاعد. اوكي، هذا بيعني continuation trend وتكمله الاتجاه السابق. اذا كان اتجاه عم هابط نتوقع الاختراق بميل لتحت والعكس صحيح. فهذه الامور عم نقدر نستعملها لندمج معها فيبوناتشي، لندمج معها موجات اليوت، ونحصل على إذا بتكون سيناريوهات مميزة لنقاط دخول مميزة. هلا بالنسبة لاسترلينيان أو الكريزي كروس، طبعا كنت حابب مر عليه أيضا، وقال لكم إنه أيضا بيشبه الدولار ين، وأتوقع تكمل الاتجاه الهابط لتثبيت مستوى ال 135 أو 136 إذا في حال بدنا نرجع نعمل إشارة انعكاسية. فطبعا هذه الأزواج عم تشبه بعضها. لاحظتوا الدولار ين مع الاسترلينيان جي بي بي جي بي واي أو الكريزي كروس مع النيوزيلندي ين ان زد واي، طبعا ان زد دي جي بي واي، فكل الازواج اللي عندها الدولار ين عم بتكون بنفس الشكل من ورا فلاش كلاش اللي حصل على الين الياباني. هلا يعني كنت اعطيتكم نظره عامه عن اسعار، يعني عن العملات الرئيسيه والمعادن والسلع، ولاحظتوا انه شايفين انه اليورو دولار والاسترليني دولار والاسترالي ممكن يرتفعوا ويكفوا اتجاه الصاعد، الدولار كاد تكمل اتجاه الهابط، اسعار الذهب اشاره انعكاسيه من هذه المستويات او من 93 كحد اقصى، المؤشرات الامريكيه من الاكيد انه لازم يكفوا اتجاه الصاعد بالجلسات القادمه، ولو حتى طبعا انخفضوا شوي صغيره، ولكن نتوقع اشاره انعكاسيه وبداية موجة اندفاعية باتجاه الصاعد. انخفاض النفط، انخفاض الذهب هنا طبعا السيناريوهات المفترضة المتوقعة، انخفاض اليورو كاد، الدولار كاد، وطبعا بعنا مراكز الذهب واليورو كاد. أنا بتشكر وجودكم ومتابعتكم لنا بهذه الجلسة، وطبعا بشوفكم جلسة بعد الظهر اللي هي جلسة تعليمية بتكون، وبنشرح فيها استراتيجية تداول أو مؤشرات معينة. بتمنى لكم نهار مثمر وأكثر من رائع كمان من خلال تكنولوجيا الظهرية من شركة تكمل. إلى اللقاء.